الصبح انا واحد من الناس داقين علينا اساس هو متاخر والدوام، وقال طالع جاي، كان جاي هني. حسين على فكره من الناس اللي من اول الازمه هو مكافحين الكورونا، من اول الناس اللي تطوعوا في الازمه يعني، فكان جاي قال يلا طالع. الساعه 8 دق عليه دكتور عبد الرحمن كلمه ولا يرد عبد الله، قال حسين بالعنايه، قلت له تو قبل نص ساعه مكلمينه قال طالع، قال وسكر التليفون. والله رايحين مو متوقعين انه هوشه، ومو متوقعين انه سالفه خزني واخزك، لا لا متوقعين انه حادث سياره صار. انصدمنا يوم قال انه شلون، بس طلع يعني تكلمنا بالموضوع ان هذا الرجال كان مترصد له مع اكثر من يوم يعني. وصار اللي صار يعني. هذا حسين الحين سوى له عمليه، هذا حسين بالمستشفى حالته جدا حرجه جدا حرجه، حيل تعبان الولد حيل تعبان، لكن نسال الله ان يعافيه ويشافيه. تعبان، وضع حرج، وضع حرج جدا حرج الوضع، لكن نطلب من الله انه يعافيه ويشافيه ان شاء الله.